سيطرت وحدات الجيش السوري وحلفائه على بلدات وقرى حلفية في ريف حماه الشمالي. وأفاد مصدر عسكري لوكالة سانا السورية بأن الجيش وجه ضربات مركزة على مقر وتحركات عناصر جبهة النصرة والمجموعات التي تتبع لها، ما أدى إلى تدمير عربات مدرعة وآليات بعضها مزود برشاشات. وأدت الاشتباكات إلى سيطرة الجيش السوري على إحدى النقاط الاستراتيجية شمالي سوران ومقتل أعداد كبيرة من المسلحين، من بينهم القائد الميداني في حركة أحرار الشام شحود أبو علي. وفي محافظة القنيطرة جنوبي سوريا استشهد 3 جنود سوريين في هجوم إسرائيلي استهدف موقعا تابعا للقوات السورية في منطقة نبع الفوار، بحسب ما ذكرت قوات الدفاع الوطني السوري والمرصد السوري لحقوق الإنسان، مضيفا إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم ضربة جوية أم قصفا مدفعيا. وفي خضم التطورات الميدانية والسياسية، برز تلقي الرئيس السوري بشار الأسد برقية تهنئة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتياريس لمناسبة ذكرى جلاء الفرنسيين عن سوريا. وأشارت الرئاسة السورية في بيانها إلى قول غوتياريس في برقيته: إنني أعول على انخراط بلدكم ومساهمته الفعالة للمساعدة في بناء منظمة أقوى للأمم المتحدة والسير قدما في جهودنا المشتركة لضمان السلام والتنمية وحقوق الإنسان للجميع.